المدينة بالنسبة لي هي الأم، هي الوطن الحقيقي. ذاكرتي عن مدينتي، هاي المدينة المتطرفة بخارطة سوريا، واللي أهلها عندهم عادات وتقاليد ولهجة تختلف عن كل محافظات سوريا الثانية. سكان هاي المدينة كلهم من أصول قديمة، السومريين، أكاديين، عموريين، آشوريين، عرب. واشتاق لحاراتها وشبابها وللأطفال الكثار. ذكريات اللي السيئة اللي ما أحبها بمدينتي كلها صارت عندي بعد اندلاع الحرب. وبصراحة أنا ما عندي أي علاقة ممكن إنه أعتبرها جدية أو روحية أو عميقة مع المدينة الجديدة اللي أنا أعيش بيها، هاي المدينة الباردة اللي بنص جبال سكانها قلة. صارت تغيرات كثيرة يعني مو لصالحي كإنسان. تغيرت شخصيتي، إنه أنا صرت انطوائي أكثر، صرت وحداني. أما الإيجابيات فهي دراستي بالجامعة وعملي، وأنه تعرفت على بعض الأصدقاء من مقاعد الدراسة يعني.